السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حباب قلب ادم؟ عامل ايه؟ بصوا احنا طالعين نتكلم على كلفة نضيفة وكلفة يعني مش نضيفة، يعني طالعين نتكلم خصوصا يعني عن الكلفة وايه حاجات كده عن الكلفة، لو انت ايه يعني لسه متعرفهاش تعال اعرفها معانا، ونوريك برضك اسعار الكلفة واشكال الكلفة اللي واسعارها بتبقى عامل ازاي. انتوا زي ما انتم شايفين الكلفة ايه اللي انا ايه جايبها، الكلفة طالعة يعني طبعا على قدها خالص، لسه هنزودها ايه فول وبسله وكده يعني هنظبطها. هي كلها اصلا درع وجه ودرع صفرا ودرع وجه من اللي هي ايه نظيفه كمان. انا الاول كنت جايب كلفه معفنه وجيت زودت عليها ايه درع وجه ودرع صفرا، وكنت المفروض كنت ازود عليها فول، زودت عليها فول فول مش باين. خلاص بقى انا هجيب كده كيلو فول، هجيب كيلو فول وكيلو نص كيلو بسله. فعايز بس اوريكم حاجه في الكلفه، يعني انت لو واحد دلوقتي بتشتري كلفه وزي بقيه الناس انا راح تشتري كلفه، نصيحه مني انت لو عايز توفر كلفه ما تجيبش اللي هو ايه كلفه الرخيصه اللي هي اللي تبقى مليانه تراب، تحط ايدك كده تطلع تلاقي ايه تراب ابيض كده زي دقيق كده، فانت كده انت بتضر حماك بنفسك. دي بودرة هما بيحطوها اصلا عشان السوس اللي هو اللي فيها يروح، دي هما اللي مبدرينها. تمام، مبدرينها ليه؟ مبدرينها عشان خاطر الكلفة دي كانت غرقانة سوس، يعني غرقانة سوس، فايه هما مبدرينها عشان يشيلوا السوس ده منها، وكسروها كذا مرة تلاقي وما لقوش السوس طلع، فايه مبدرينها. فانت نصيحة مني لكل غاوي حمام، خليك في الكلفة النضيفة. انا مش بتكلم على كلفة النش، كلفة النش بتبقى درع وجهها كبيرة وعليها كام حبات درع صفرا. تمام، يعني انت بتجيب درع صفرا لوحدها ودرع وجه لوحدها، بتقوم حاطط لهم كبشة ايه درع وجه وكام حبات ايه يعني كده درع صفرا، بتروق على فرد الحمام يعني عشان يبقى خف معاك. كان بتكلم على الناس اللي بتفرخ. تمام، بصوا حمام بيسيب ايه درع الصفرا الوحشة، بصوا دي غلطتي ان انا جبت كلفه مش نضيفه، دي الغلطه، مع ان الحمام اصلا ايه لا دول يعني مش هيسيبوا ولا نقطه. انا عارف، انا بقول لكم دول خدهم، دول احنا بنحب نتوسع عليهم يعني، هم معروفين يعني اللي واحد بيبقوا كده. يلا ما شاء الله الحمد لله. فالحمد لله يعني بفضل الله، انت لازما تخليك في النضيف عشان حمامك يطلع انتاج. يعني بص هفهمك على حاجه، انت لو يعني مثل يعني انت لو جايب كلفه نضيفه الزغلول هيطلع لك بالحجم ده، حجم جميل يعني، لو جايب كلفه مش نضيفه هيطلع لك بالحجم ده مع ان نفس السن، بس هيطلع لك بالحجم ده. فهمت حاجه؟ وهيطلع لك ضعيف، وهيطلع لك عنده سالمونيلا، عنده كذا مرض، فاهم؟ كلفة اللي مش نضيفة يا جدعان بتجيب امراض وبتجيب سالمونيلا وبتجيب كل حاجة والله العظيم. ممكن الحمام يعني يكون في درة صفرا زي كده يكون فيها سوس الحمام يبلعها، فانت ليه هتضر حمامك بنفسك؟ فالكل غاوي معلش يعني يا جدعان، كل غاوي اللي بيجيب الكلفة اللي مش نضيفة، انا طبعا في ناس بتجيب كلفة نضيفة وانا عارف الناس دي ناس تبقى محترمة، بس انا والله العظيم بالغلط انا عمري ما اجيب كلفه مش نظيفه، يعني انا كده كده ازود الكلفه دي ايه فول وبسله، بس هي كلفه عامه يعني اصلا كلها ايه درع وجه نظيفه ودور صفرا نظيفه، فانا كده كده اصلا ايه ازودها بسله وفول وخلاص. فبصوا نصيحه يعني انا قلتها يعني بصوا انا هقولها لكم لاخر مره، لاخر مره والله العظيم هقولها لكم، الكلفه اللي مش نظيفه هتضر حمامكم بالملي، طلع الزغلول في كذا مرض. فيلا الحمد لله، بس دول برضك طيرناهم النهارده، هما كده كده متباعين لواحد حبيبي اسمه يوسف. بص اهو برضك هوريك الزغلول اهو، بص متلبين ازاي، هما اللي مأكلينه مش انا اللي مأكله عشان تبقى عارف. لا بقدر، اللهم صل على النبي، يعني قص معاك قص حضان لو عايز تشغله حضان للدكشاك وحاجات زي كده اللي انت عايزه، او الغزرات او حاجات زي كده، قص حضان ايه لو اكبر يعني. وانتوا عملتوا مع الزغلول
بس بقى هنا مش مأكلين ياد، مش مأكلينك ليه؟ اوعى ليه انت؟ عايز اكل فن؟ خد اكل بس اكل الزغلول. يلا سيبها تاكل عشان تاكل ايه ابنها. فبص يا جدعان، الحمد لله برضك على كل حال، ويعني انت ما تحاولش توفر لدرجه انك ايه تتعب حمامك اللي هو حمامتين نضاف. انت جايب حمامتين غزرات، حمامتين بول بتاع، هتيجي تديهم كلفه ايه مش نضيفه، حمام مش هياكلها في نفس الوقت، حمام مش هيحب ياكلها، لو جعان ممكن ياكل اي حاجه بس مش لدرجه ان هو ياكل كلفه مش نضيفه وتتعبه. فانت خليك في النضيف عشان ايه تطلع حمامتين نضاف وتبيع بسعر نضيف. تاكل كلفه مش نضيفه، الزغاله تطلع لك مش نضيفه، غير كده تطلع لك تعبانه وفيها كذا عيب، ومش هيتباعوا بسهوله، هيتباعوا بسعر رخيص. فهمت انت الخطوه دي؟ معلش بقى انا توهتكم، بس من الاخر خليكم في الكلفه النظيفه. وبصوا بردك ما تقعدوش كل شويه تغيروا ايه انواع الكلفه. يعني بصوا انت دلوقتي لو انت اللي بتعمل الكلفه دي حاجه جميله جدا، فانت عارف حمامك بياخد ايه، بياخد قد ايه فول وقد ايه دراع وجه وقد ايه بسله بتاع، غير لما حد يجي يعملها لك وتلاقيه مره واحده ايه كلفه ايه البسله قلت، عشان البسله هتغلى مثلا، البسله هتقل، فول غلي فول هيقل، فساعتها اقسم بالله العظيم هتزعله جامد. فبرضك بصوا النتايج جابت الحسوه الثانيه اهي، اهو عشان برضك ايه صاحب الحمام يكون مطمن. حسويتين لسه محصيهم، يعني لسه ايه مفهومش زغاليل، فانت خدهم من دلوقتي عشان لو هتحطهم ايه حضان. النتايج رقد عليهم اهي، انت بتعرف تحضن والذكر بيعرف، يعني الاثنين ما شاء الله يشتغل معاك حلو. فبرضك وريتك الحمام برضك اللي انت هتاخده، كنت هتاخد الثاني القص الاكشاك، تمام انت كده تاخد ثلاث قصوص قص. برضك الاكشاك اللي فوق برضك قص جمال وما فيهمش غلطه الصراحه، انت شفتهم ورب يكونوا عجبوك. وان شاء الله يا جدعان بقى باذن الله كده هنستمر معاكم في الفيديوهات، عشان بس ايه في يوم ببقى ما بنزلش فيه بسبب ان انا ما بكونش لاقي افكار اصلا، فبعمل اي فيديو او ما بعملش اصلا في ساعه النت بيقطع. فاحنا هنحاول بردك ايه كل يوم كده نعمل لكم فيديو جميل ان شاء الله باذن الله، هيبقى فيديوهات جميله ان شاء الله وتعجبكم يعني. والتيك توك بردك بنحاول نعمل لكم كده ايه فيديوهات يعني اشكال جميله كده بتاع. فالدكر ده وقفته جميله لما بيقف على الارض، وقف كده على الارض وقفته يعني مظبوطه، طوله محترم، طول رقبته محترم بردك، بس الغلطه في ايه العظم وعظم وش دماغه قصدي. بص هنا بردك مأكلين حلو، لا هنا مش مأكلين حلو، ليه مش عارف، مش مأكلين اصلا يعتبر. ليه بقى اقول لك انا ليه بقى اقول لك انا ليه، عشان احنا لسه ما حطيناش ميه. بص بقى كله هياكل من غير ميه مش هياكل. فالميه بردك دي اهم حاجه تديها بعد ما ياكلوا، عشان ايه ياكلوا بعد كده يسقوا، فاهمني؟ كله بيشرب كده عشان يلا ياكل عياله. فالمهم بقى احنا نفرش كده المسايه كلها، وبعد كده ننضف، وبعد كده نشيل اكل، وبعد كده نفرش تحديق، وبعد كده ندي علاجات. بكره ان شاء الله باذن الله هنعمل لكم فيديو عن علاج ايه الحشرات، تمام؟ عن علاج الحشرات احنا مش هنقول اسمه. ولو وصلت لغايه هنا متنسوش تعملوا لايك والاشتراك في القناة، ويلا سلام.